في البيت، يعني التلميذ لما يدرس في البيت المعلم يكون ما موجود، المسألة دي برضو سببت يعني مشاكل كثيرة، عدم التفاعل برضو مع أيوة الزملاء والجو المجتمعي ذاته في المدرسة. أيوة. وفي برضو أمهات بيكونوا عاملات يعني ما مفرقين لأنه يتابعوا أبنائهم، وفي التعليم عن بعد ضروري يكون في متابعة من الأم يعني بدلا عن المعلم، فالمسألة دي برضو كان سببت يعني زيادة مصاريف للأسر في إنهم يعني يجيبوا أساتذة خصوصيين لأبنائهم. أيضا من التحديات في التعليم عن بعد اللي واجهتنا توفير لكل طالب غرفة منفصلة، يعني لأن التعليم عن بعد بيتطلب إنه التلميذ يكون في جو هادي، يعني ما يكون في إزعاج، ودي برضو من التحديات اللي واجهت أولياء الأمور. برضو توفير جهاز لكل طالب لوحده يعني برضو كانت من أبرز التحديات، وفيها برضو زي ما قلت لك التكاليف. سبحان الحياة قلبت كده. أيوة بالنسبة للأسر، ولكن الحمد لله يعني الناس قدرت تتجاوز مشاكل كثيرة، وفي توعية زي ما قلت لك حصلت بصورة واسعة للمجتمع، والناس بدأت تتقبل الفكرة، وإن شاء الله لقدام بتدي نتائج ممتازة. كيف بتراقبي انتباهه هو في غرفة؟